People side by side. في كل جيل من الأجيال في نوعين مختلفين من الناس قدام بعض ومقارنين ببعض. There are those who know the call of God on their life and live as the elect of God. ناس عارفين كويس غرض الله فيهم ويسمعون لدعوة الله وهم المنتخبين من الله. And there are others who do not know that, and the way they live instructs both. وفي ناس تانية بيعيشوا على النقيض من ذلك ولا يستمعون لصوت الله. And of course there are always people moving from being children of wrath to being God's own children, beloved and cared for. ومن المؤكد انه في بعض الناس من اللي بنسميهم اولاد الغضب واولاد السخط الالهي انهم بيسيبوا هذه الجماعه ويروحوا ويبقوا من اولاد الله. I say that because that's their experience. بقول كده علشان دي هي خبرتهم. But it is true that God loves them both. ولكن خلونا نعرف كويس ان الله بيحب الجبهتين وبيحب النوعين من الناس. If God has a calling and a purpose for Isaac, إذا كان ربنا عنده غرض ولي نداء ولي دعوة خاصة لإسحاق, if Hagar is removed from the family circle, he still has a purpose for Ishmael. وإذا كان هاجر طردت وأخرجت من دائرة العيلة بتاعت إبراهيم فلسه لا يزال هناك غرض لله في حياة إسماعيل. Because he is a God of careful care and justice and most of all mercy. لأنه إله يحب العدل, إله للحق, ولكن فوق كل ذلك فهو إله رحيم. And we Gentiles have a particular problem. واحنا الأمم لينا وعندنا مشكلة خاصة. We are living in times when we who know God's call and have been brought near by the blood of Christ. احنا عندنا مشكلة ان احنا دلوقتي عرفنا وسمعنا واستجبنا لدعوة الله بدم المسيح. Are seeing the ancient people of God, the elect of God, Israel, actually not knowing the nearness that we know. في الوقت الحاضر احنا بنبص على شعب الله المختار ابناء الله في القديم بني اسرائيل على انهم مبعدين وبعاد جدا على الله. So it looks like the picture is reversed. انه الصوره دلوقتي انعكست. It looks like an Ishmael is the reality and Isaac is on the other side. في الوقت الحاضر إسماعيل هو الواقع, إسماعيل هو الحق, وإسحاق على الناحية الثانية من الحق. And this is the astonishing picture that Paul is going to deal with in the 11th chapter of Romans. وفي إصحاح 11 بولس الرسول هيعالج وهيلقي ضوء على هذه الصورة المدهشة. He's shown that by the end of chapter 10 that it isn't that Israel did not hear nor did not know. إنه في آخر عدد في آخر أصحاح 10 بيقول إنه بني إسرائيل مش معرفوش ولكن شعب معاند ومقاوم ورفض الله. But at the end of chapter 10 he makes it clear that it's the disobedience of Israel that has caused them not to see and not to know. ولكن يؤكد في آخر نفس الأصحاح إنه العصيان والمقاومة اللي وجدت في شعب إسرائيل هي اللي خلتهم ما يعرفوش الله. And so he poses a question in chapter 11 verse 1 which he will answer in a form which is remarkable. يبدأ في أصحاح 11 وعدد 1 بسؤال خطير جدا. Let's read together 11 1 to 10. هنقرا مع بعض الأصحاح الحداشر من أول الأصحاح وعدد وحتى عدد 10. فأقول ألعل الله رفض شعبه؟ حاشا, لأني أنا أيضا إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه؟ أم لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في إيليا كيف يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبى لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. فإن كان بالنعمة فليس بعد بالأعمال, وإلا فليست النعمة بعد نعمة. وإن كان بالأعمال فليس بعد نعمة, وإلا فالعمل
لا يكون بعد عملا. فماذا ما يطلبه إسرائيل ذلك لم ينله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقسوا، كما هو مكتوب: أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول: لتصر مائدتهم فخا وقنصا وعثرة ومجازاة لهم، لتظلم أعينهم كي لا يبصروا، ولتحن ظهورهم في كل حين. خلاص الأمم. Paul has opened up for us an important question. Has God rejected his people? ألعل الله رفض شعبه. السؤال الذي يطرحه السؤال الهام اللي بيقوله لنا بولس الرسول. His answer is clearly going to be no, but it's important to realize much of the church has accepted that it's so. لكن can you say again? Yes, Paul's answer will be clearly no. God has not rejected his people. السؤال الإجابة على هذا السؤال إجابة مباشرة: لم يرفض الله شعبه. But it's clear across the history of the Church of God that we have often thought that he had. ولكن يظهر من التاريخ أن معظم أو كنائس الله في الوقت الحاضر وعبر التاريخ افتكرت إنه الله رفض شعبه. There is a sort of a replacement theology which has come into God's children, both on the Catholic and Protestant side. في الكنائس الكاثوليك والكنائس البروتستانت حصل إنه لاهوت تغيير أو لاهوت تبادل بدله ما بين شعب الله وبين أبناء النعمة في الوقت الحاضر. It takes up the idea that the church is the new Israel. المعنى الجديد اللي تبنته هذه الكنائس إنه أولاد الله المسيحيين هم بني إسرائيل. And then makes the great error that the church has replaced Israel in the purposes of God. وافتكروا على سبيل الخطأ إنه الكنيسة افتكرت إنها بتحل محل بني إسرائيل في نظر الله وفي خطة الله. You'll hear this doctrine in the eastern states of this country. اسمعوا هذه التعليم بوضوح في الولايات الشرقية من هذه البلد. I know this because I come from there. أعرف كده عشان جيت من هناك. But you'll also hear it in Roman Catholic theology and in an understanding that's pervasive through much of the Christian world. لكن في اللاهوت الكاثوليكي وعبر التعليم المسيحية في العالم الغربي هتجدوا التعليم ده موجود ومنتشر. And it's unbelievable that they should come to such an answer in the light of what Paul is about to say. وحاجة غير معقولة جدا إنهم يوصلوا للإقناع ده بالرغم من اللي قاله بولس الرسول. Because they've made a deep error in not understanding that side by side is the way you understand what God is doing. لأنهم أغفلوا حقيقة خطيرة إنه لازم طرفين النقيض يبقوا قدام بعض، العكس يقف قدام العكس علشان نفهم غرض الله في حياتنا. You cannot really understand Isaac without Ishmael. ما تقدرش أبدا تفهم إسحاق من غير إسماعيل. Nor can you understand Pharaoh without the people of God. كمان ما تقدرش تفهم عن فرعون من غير ما تعرف عن بني إسرائيل أو أولاد الله. Each of these vessels has to be seen not on their own but in relation to the other. ما تقدرش تبص لهذه الأواني بعيدة عن الأخرى أو لوحدها بمفردها، لكن لازم تكون الأنية قدام بعض. And so Paul starts off with the most amazing picture. He says, I myself, he says, am an Israelite, a descendant of Benjamin. وهو بيدلل بنفسه بيقول أنا حتى نفسي إسرائيلي من نسل إبراهيم من سبط بنيامين. You will remember the tribe of Benjamin at the end of the book Judges. أنتوا تفتكروا في نهاية سفر القضاء عن سبط بنيامين وإيه اللي حصل فيه؟ They were almost wiped out. كانوا على سبيل الفناء لأنه حصلت حرب أهلية وكان بقية بني إسرائيل هيموتوا كل سبط بنيامين. And so on this basis of himself, but he has some more things to say, Paul will now give a clear answer. وبالرغم من انه بيدي مثال بنفسه لكن هيدينا اجابه واضحه. He says God has not rejected his people whom he foreknew. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. And he draws an example from
the Old Testament where he speaks about how it is that Elijah pleaded with God after he had had such an encounter with the prophets of Baal. وبعد ما وعلى سبيل المثال بيضرب مثال مشهور بعد ما إيليا قابل كهنة البعل. And he says, I'm alone. أنا بقيت وحدي. I'm all there is. أنا الوحيد اللي بؤمن بيك يا رب. His experience was that he had stood as one man against the whole. إحساسه كان بيقول إنه هو الوحيد اللي كان واقف بالإيمان بتاعه مع الله ضد كل المجموعة ضد جموع بني إسرائيل. And his prayer to God is, I am alone and they seek my life. وبيصلي لربنا وبيقول بقيت وحدي. وهم يطلبون نفسي. He's very sure, I'm not going to make this. أنا متأكد إنه أنا ماليش نجاة. And God's answer to him is, what was his response? Says Paul, I have kept for myself 7,000 men who have not bowed the knee to Baal. ويرد عليه الله يقول أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. And you might say, أنت ممكن تقول 7,000 is not a lot. أنت ممكن تقول في قلبك إنه 7,000 دول أقلية أو حاجة بسيطة من وسط شعب إسرائيل. But in 1 Kings 24, you discover it is the whole of the people of Israel. ولكن في الملوك الأول أصحاح 20 وعدد 4 1 Kings 20, I beg your pardon. Yes, 20, yes. Yes, 20 verse 15. He mustered the servants of the governors of the districts. 20:15. فعد غلمان رؤساء المقاطعات. And they were 232. فبلغوا 232. And after them he mustered all the people of Israel, 7,000. وعد بعدهم كل الشعب كل بني إسرائيل 7,000. So what's Paul's point? ما هي نقطة بولس؟ See, he's not teaching us here that there is just a remnant that will be saved. بيقول إنه مش البقية هي اللي هتخلص مش البقية هي اللي هتنجو السبعة آلاف دول ما هم ماشي أقلية. He is teaching us that God has not rejected His people, and if Elijah thought that God was using him, but there was no one else in Israel that could be used. الله لم يرفض شعبه إيليا لم يكن وحده الذي كان الله يستعمله. Paul actually wants us to understand. God said, well, I've got 7,000 who haven't bowed the knee to Baal. You're not on your own. And this turns out to be everyone. We must remember this towards the end of this chapter. So Paul says, in the same way then, he makes clear, there has also come to be in the present time a remnant according to God's gracious choice. فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. But he wants them to understand that there is a, if it's going to be by grace, it'll be by grace and it won't be by works. ولكن خلونا نعرف انه حتى البقية اللي نجت هتنجو بحسب النعمة وبالنعمة فقط ومش بالأعمال بالنعمة وحدها. And so he repeats what he said in chapter 10 verse 4. وبيعيد تاني اللي قاله في أصحاح 10 عدد 4. The righteousness that Israel was seeking for it did not obtain. لأن غاية الناموس هي المس. What's that? 10:4. Yeah, 10:3 it'll be. 10:3. لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. But those who were chosen obtained it, and the rest were hardened. ولكن اللي اختيروا كانوا لهم قلب ولكن الآخرين تقسوا في قلوبهم. And his understanding of hardening is not that they're fixed. For he quotes from Deuteronomy 24. Sorry, Deuteronomy 29, verse 4. And here is Moses saying a most remarkable thing.
ولكن لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وأذانا لتسمعوا إلى هذا اليوم. Beginning at verse 2, Moses summoned all Israel and said, You have seen all that the Lord did before your eyes in the land of Egypt, to Pharaoh and to all his servants and to all this land. انتوا شفتوا كل الحاجات العظيمة اللي صنعها الله بفرعون وبكل عبيده أمام عيونكم في أرض مصر. And great trials which your eyes saw and signs and those great wonders. والتجارب العظيمة التي أبصرتها عيناك وتلك الآيات والعجائب العظيمة. And here comes Paul's quotation. وده الاقتباس اللي اقتبسه بولس. But to this day the Lord has not given you a mind to understand, nor eyes to see, or ears to hear. ولكن إلى هذا اليوم لم يعطكم الرب قلبا لتفهموا وأعينا لتبصروا وأذانا لتسمعوا. He's actually saying, you saw the stuff, but you didn't understand. انتوا شفتوا كل الحاجات العظيمة ولكن ما فهمتوش. You had eyes, but they didn't see. انتوا عندكم عيون لكن ما شفتوش. You were spectators and you were going along with what I was doing, but you didn't understand. انتم كنتوا مشاهدين وماشيين معايا في الحاجات اللي كنت بعملها لكن ما فهمتوش. And that's the situation with the Jewish people today. وده الموقف دلوقتي بتاع بني إسرائيل في الوقت الحاضر النهاردة. What is remarkable about chapter 11 is that Paul could have used some other pieces of information. العجيب في أصحاح 11 إنه كان ممكن بولس يستعمل أدلة أخرى ومعلومات تانية. You may remember after the day of Pentecost, 3,000 people came to the Lord from Jewish people. اعرفوا كويس انه في اليوم الخمسين 3,000 نفس جم للمسيح من بني اسرائيل من اليهود. And then later when Paul began his ministry they called him to account, do you remember, and brought him back to Jerusalem. وافتكروا انه بولس الرسول دعوه علشان يرجع تاني لأورشليم. And James says to him, you see brother, the myriads. The Greek word is myriades. It means 10,000s. It means a large number of Jewish people who are believing in Messiah. وأخبروا يعقوب الرسول لبولس وقال له هناك عشرات الألوف من اليهود اللي بيؤمنوا دلوقتي بالمسيح. And then he calls Paul to account, and we're hearing of you that you're saying to the Gentiles that they don't have to follow Jewish law. واحنا سمعنا عنك انك وانت بتبشر الامم انهم مش لازم يتبعوا ناموس موسى. There was an enormous number of Jewish people who followed Christ. كان كمية هائلة من بني اسرائيل ومن اليهود يتبعوا المسيح. And like the apostles, they still attended the temple. وزي الرسل بالضبط استمروا في انهم يحضروا للهيكل. They were still operative in sacrifices and festivals. وكانوا بيعملوا الاعياد بتاعتهم وبيعملوا الذبائح بتاعتهم. Some were eating kosher food. بعضهم كان بياكل اكل كوشر او اكل مخصوص لليهود. Some connected with Gentiles were not. اللي كان منهم مرتبط بالامم ما كانوش بياكلوا وملتزمين بقانون الاطعمه. Matter of fact, it's this group that the book Hebrews is written to. بالتدقيق المجموعة دي هي اللي كتب ليها رسالة العبرانيين. Because by AD 63, Felix dies and the high priest persecutes all the Christian Jews. لأنه سنة 63 ميلادية فيليكس الوالي مات ورئيس الكهنة اضطهد كل المسيحيين اليهود. And he does this because these messianic Jews, he then says, you cannot come to the temple. You cannot be part of your old citizenship. It's over. لأنه رئيس الكهنة قال لهؤلاء اليهود الجدد، اليهود المسيحيين، اليهود اللي بيدعوا المسيح، أنكم ما تقدروش تخشوا الهيكل، ما تقدروش تمارسوا أعمال الناموس، ما تقدروش تعملوا الطقوس زي المعتاد. And the letter to the Hebrews is written to this group of Jewish Christians. وهم دول الناس اليهود المسيحيين اللي اتكتب ليهم رسالة العبرانيين. Saying, don't go back. ما ترجعوش لليهودية. Go forward. امشوا للأمام، تقدموا. Come on outside the camp with Jesus. اطلعوا خارج المحلة مع يسوع. Understand that if you will follow Christ, you will be crucified people. افهموا جيدا انكم لما تتبعوا المسيح هتبقوا ناس مصلوبين، هتحملوا الصليب.
he says, and here's an amazing thing, do not apostatize, do not turn back from Messiah to Jewish Old Testament movement. ما ترجعوش ما ترجعوش من وراء المسيح ما ترجعوش للعهد القديم عهد الوصايا. Now Paul could have mentioned all these people. Say again, sorry. Paul could have mentioned all these people. كان ممكن بولس الرسول يذكر كل هؤلاء الناس. As God rejected his people, he could have mentioned all these. كان ممكن يدلل على إنه الله ما رفضش الشعب وبإنه يذكر الألوف اللي آمنت بالمسيح من اليهود. But he doesn't because he has another picture in his mind. It's the picture of a remnant, which is kept for a purpose. ولكن هو كان عنده نظرة تانية بولس عايز يوصلها لنا كان عايز يوصل لنا نظرية البقية البقية التي ستبقى علشان غرض معين من الله. Because by the time Paul writes Romans in AD 56 from Corinth, the temple hasn't fallen. لأنه سنة 53 ميلادية لما بولس الرسول كتب رسالة روميا اللي في أيدينا في مدينة كورنثوس الهيكل ما كانش لسه انهد. Which is why we can date the letter to the Hebrews very closely between something like 63 and 69. علشان كده نقدر بكل دقة نحدد إنه تاريخ رسالة العبرانيين كانت من سنة 63 لسنة 69 ميلادية. Because if the second temple had fallen by then, the argument in Hebrews would have changed. لأنه لو كان انهد أو تحطم أو دمر الهيكل قبل رسالة العبرانيين ما كانش يبقى في غرض لكتابة الرسالة للعبرانيين. So in dealing with this question of why aren't the Jews generally why aren't they embracing the gospel of their Messiah? ليه اليهود خلونا نجاوب على السؤال ده ليه اليهود ما احتضنوش وما اخذوش انجيل المسيح. Well, in verse 11 he says, well, they haven't stumbled so as to fall, have they? في عدد 11 بيقول فأقول لعلهم عثروا لكي يسقطوا. But he goes on to say, but by their transgression, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. حاشا بل بزلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. What a remarkable answer. إجابة مميزة جدا جدا. It's as if Jacob had fallen over. كما أنه يعقوب سقط. And Esau had come to know the living God. وعيسو دخل في معرفة الله الحي. And then Jacob looks at Esau and says, he knows what I'm supposed to know. ويعقوب بص لعيسو وقال الله ده عيسو كمان عرف اللي أنا المفروض أبقى عارفه. And he, as the remnant of God, becomes jealous of someone who wasn't a remnant. وهو على إنه بقية لله بص لشخص آخر ما يعتبرش بقية. Paul is telling us something amazing. بولس الرسول بيقول لنا شيء مدهش جدا. He is saying that the chosen people of God, the Jews, إنه شعب الله المختار اليهود, have rejected their Messiah. رفضوا المسيح. At this present time. في الوقت الحاضر. And the Gentiles are now full of this Jewish Messiah and know all the wondrous power and mystery and treasure that he is. والأمم اللي ما كانواش عارفين حاجة قبل كده عرفوا سر وقوة وكم هو كنز المسيح يسوع. And the experience of the Gentiles وخبرة هؤلاء الأمم is now beginning to have an effect upon the Jews. بدأت تؤثر في حياة اليهود. And they are saying, wait on, they're trusting in our Messiah. استنوا لحظة اليهود بيقولوا استنوا لحظة دول مؤمنين بالمسيح بتاعنا. And so Paul is telling us the embracing of the Gentiles of the Christian gospel becomes a second opportunity for the Jews. اعتناق الأمم للمسيح هي الفرصة الثانية لبني إسرائيل للخلاص. So in verse 12 he says this, if their transgression be riches for the world.
and their failure, riches for the Gentiles, how much more will their fulfillment be? في عدد 12 بيقول لنا فإن كانت زلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم فكم بالحري ملؤهم. See what he's saying to them is, if they've missed out, guess who has actually walked into the riches of Messiah? The Gentiles. شوفوا بيقول لهم إيه إذا كان بني إسرائيل فقدوا الفرصة الأولانية مين اللي خدها مين اللي احتلها مين اللي احتضنها الأمم. Their transgression and their failure has meant the riches have gone somewhere else. زلات وخطأ وعدم إيمان بني إسرائيل كانت السبب في غنى أناس كثيرين. But not as a replacement. ولكن مش على سبيل الإحلال أو التجديد أو حل المحل. Because when they see where it's gone, they will eventually, in their jealousy for their own Messiah, turn back. وعن طريق غيرتهم على مسيحهم أو المسيا بتاعهم هيرجعوا تاني. That will be his theme at the end of the chapter. ده عنوان آخر الأصحاح 11. But it's an amazing answer because it depends upon this seeing this duality, this two things at once. إنها إجابة مدهشة جدا لأنه يجب أن نرى الازدواجية في هذا الأمم وبني إسرائيل. And now he picks up this astonishing picture of the dough, a piece of yeasty dough. والصورة اللي بعد كده المدهشة عن العجين المختمر. And the picture of an olive tree. وعن شجرة الزيتون أو الزيتونة. Let's read from verses 15-19. خلونا نقرأ من عدد 15 لعدد 19. لأنه إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الأموات وإن كانت الباكورة مقدسة فكذلك العجين وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها فلا تفتخر على الأغصان وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمل فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. So if there is to be a new offer for the Jews as the Gentile mission of Paul goes forward, إذا كان هناك عرض جديد لليهود من خلال عمل بولس الرسول في حياة الأمم. He says, well, Israel has been walking and she stumbled, but she hasn't fallen. كان بيقول بولس بني إسرائيل كانوا ماشيين تعثروا لكن ما سقطوش. And now he puts two pictures together. وبيحط صورتين قدام بعض. He says, if the first piece of the dough is holy, if the first part of the lump is holy, then the whole lump is. إذا كانت الباكورة أو أول جزء في العجين مقدس، فالعجين بالكامل مقدس. And then he moves to an agricultural picture of a tree. If the root is holy, the branches are too. وبيقول برضو في صورة زراعية إذا كانت الجذور مقدسة، فالأغصان والسيقان أيضا. Both of these pictures distinguish a diversity. The first lump and the whole body of dough. كل صورة من دول بتعكس صورتين متناقضتين، باكورة العجين، باكورة الخميرة، وكل العجين. And if you can distinguish a lump from the dough and understand that the whole is can be distinguished into two parts. إذا كنت تقدر تميز الباكورة من العجين عن العجين كله. And if you can look at a tree and see that the roots are distinct from the branches, but together they make the whole tree. وإذا كنت بتشوف ومتأكد إنه الجذور جزء مميز من الشجرة ولكن الجذر الجذور والأغصان بيعملوا الشجرة الكاملة. Then he's going to say, let's look at the little bit that was broken off and let's look at the branches for a minute. خلونا نبص على الأغصان اللي انكسرت في الوقت الحاضر نبص عليها بصة صغيرة. He says that in the tree some branches, you know, were broken off. في الشجرة بعض الأغصان انكسرت.
and some others were grafted in. وبعض الأغصان الثانية من شجرة ثانية اطعمت في الشجرة الأصلية. In a fairly sarcastic way, he says, they were actually a wild olive tree, not a cultivated one. وبيسخر من الأمم ويقول كانت الزيتونة دي زيتونة برية مش مزروعة دي زيتونة شيطاني يعني. That's a bit of a mystery. No good gardener would graft a wild olive onto a cultivated tree. دي حاجة سرية لغز إزاي يكون في فلاح أو مزارع شاطر ياخد زيتونة برية طلعة نبت شيطاني يعني ويحطها في شجرة مزروعة ومحترمة. It's a bit odd, isn't it? غريب جداً ها. Bit backward. يمكن يكون غلط. And that's his point. ودي هي النقطة بتاعت بولس. Some branches were broken off, and a wild olive tree, you Gentiles, that's us, brothers and sisters, were grafted in. خلوا بالكم بعض الأغصان وقعت وإحنا الأمم أنا وأنتم يا إخواتي اتطعمنا في أصل الشجرة. And you've become a partaker of this most beautiful, rich root of the olive tree. واستقبلتم وأصبحتم آخذين ومشاركين في الجذور بتاعت الشجرة وغذاء اللي طالع من جذور الشجرة. And now he hits hard at the replacement theology. وهنا بيحارب بقوة بولس عن اللاهوت اللي بيحكي عن أنه المسيحيين حلوا محل بني إسرائيل. He says, "Don't you be arrogant towards the branches that were." اوعوا تفتخروا على الأغصان اللي سقطت والأغصان اللي انكسرت. You need to remember that it is not you that supports the root, it's the root that supports you. افتكروا كويس ان انتم مش انتم اللي هتدافعوا وتخلوا بالكم على الجذور، الجذور هي اللي شايلاكم. You will then say, well, branches were broken off so that I might be grafted in. يمكن تفتخر وتقولوا دي الأغصان دي وقعت عشان احنا نتحط في الشجرة. He says, quite right, they were because they were full of unbelief. لكن ده صحيح جدا، بس الأغصان دي خلي بالكم انها وقعت من عدم الإيمان. So it's not a matter of preference for the Gentiles. God didn't prefer them. خلوا بالكم الله لم يميز الأمم عن بني إسرائيل. He didn't break the off the other Jewish branches and then said I prefer Gentiles. مش هو اللي كسر الأغصان دهيت وقال أنا بفضل الأمم عن بني إسرائيل. We were not preferred. إحنا ما كناش مفضلين. They were unbelieving and God dealt with them strongly in discipline and said break off. لكن هم اللي كانوا ممتلئين بعدم الإيمان لدرجة أن الله أسلمهم للتأديب وكسرهم من أصل الشجرة. So he's saying, don't be arrogant and think you were preferred. You weren't. They were disobedient and broken off, and that can happen to you as well. أوعوا تفتخرهم لأنه كما أنه هم ما كانواش مطيعين وانكسروا من الشجرة أنتم ممكن يحصل لكم كده. He said you have to take into account the kindness and the severity of God. Both of these things are true and true at once. لازم تخلوا بالكم أنه عطف وحنان الله قدام عدل الله حق وحق في نفس الوقت. And he said, if they don't continue in this unbelief, they can be grafted back in. ولكن إذا هم بطلوا عدم الإيمان وطلعوا من عدم الإيمان للإيمان برضو هيطعموا في نفس الشجرة. For God is able to graft them in again. لأن الله قادر أن يطعمهم again مرة أخرى. Because if you, he said, were cut off from what's by nature a wild olive tree. لأنه إذا أنتم كنتم زيتونة برية وقدر الله أن يطعمكم. And then you were grafted contrary to nature. I mean, you're really odd. Contrary to nature. طعمكم ضد الطبيعة وضد قوانين الطبيعة. How much more will the natural branches be back grafted into their own olive tree? إيه الجهد اللي هياخده الله لما يرجع الأغصان الأصلية لشجرتها مرة أخرى. And this is an enormously clear statement that the church does not replace Israel. ده نص واضح وصريح جدا أن الكنيسة لا تحل محل بني إسرائيل. But that like Isaac and Esau and Jacob and Esau and Isaac and Ishmael. هم بالضبط زي
إسحاق وإسماعيل ويعقوب وعيسو. The Jewish people and the Christian church are in lockstep. البني إسرائيل والكنيسة المسيحية يمشوا خطوة بخطوة مع بعضهم. They walk along together. ماشيين مع بعض. Jewish people rejecting Messiah. اليهود يرفضون المسيح. Many Gentiles receiving Messiah. والأمم يقبلون المسيح. But in the Christian church, both Jew and Greek receiving Messiah themselves. ولكن في الكنيسة المسيحية اليهود واليونانيين يقبلون المسيح معا. So the 11th chapter of Romans, Paul is beginning to show us that God is doing something in lockstep with the Jewish people and the Christian church. يشرح لنا بولس في أصحاح 11 إنه الله يصنع غرض معين مع كنيسة الله الجديدة وبني إسرائيل في آن معا. And now he opens an astonishing mystery, something which is there but which they didn't see. يفتح سر خطير جدا لم يكن أحد يراه منهم. Let's read from verse 25 to 31. خلونا نقرأ من عدد 25 لعدد 31. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموهم أيضا برحمتكم. So what, as we've just seen, what Paul has told us is that the Gentiles live by the goodness of God. Which turns out to be the same thing as God's goodness to Israel. It is their root that supports us. The Jewish Messiah has become our Lord and our Master, and we have yielded to Him totally. مسيح بني إسرائيل هو إلهنا وسيدنا ونحن نخضع له بالكامل. And if they stumble over the cross and stumble over a crucified Messiah, a crucified God, وإذا كانوا تعثروا في المسيح المصلوب الله المصلوب. This has become for us the center of our faith. Because in our baptism, we have understood ourselves to be crucified with Him, and we have died with Him, and been buried, and have risen to a new life. لأنه في معموديتنا نؤمن تماما أننا قد صلبنا معه متنا معه دفننا معه وقمنا أيضا معه. This whole understanding of dying and rising with Christ, Romans 6, 7 and 8, Paul has already established in this book. في كتاب في سفر روميا وفي رسالة روميا أصحاح 5 و 6 و 7 يؤكد تماما بولس حقيقة أننا صلبنا متنا وقمنا. And in doing that, he's explained what the Lord meant when he said, if you will be my disciple, you must take up your cross, an instrument of your public death, and follow me. وبيقول لنا بالحق إنه لو عايزين تتبعوا المسيح نفذوا بالضبط اللي قال عليه المسيح إنكم تأخذوا الصليب وهو آلة الموت بالهوان في العلن وتتبعوني. So wherever people are arrogant towards the Jewish people and anti-Semitism arises. لكن إذا كان في شعور ضد اليهود وبعض الناس من المسيحيين بيفتخروا ويتكبروا على اليهود. And in particular in the Christian church, for it has been so. بالخصوص في الكنيسة المسيحية لأنه كانت كذلك. And then it arises because of arrogance.
It arises because of arrogance. هذا التكبر على بني إسرائيل ظهر بشأن الافتخار والغرور. That somehow God has rejected His people. لأن الله بيظن أن الله رفض شعبه. And replaced them with us. واستبدلوا بينا. Well, the question you have to then face is, how do you know He won't reject you as well? علشان كده لو أنت بتفكر بالطريقة دي لازم تفكر وتسأل نفسك. لو هو لو الله رفض شعبه فعلا ايه اللي يمنعه انه يرفضك انت مره ثانيه If God has been inconsistent and he has abandoned the Jewish people you have no understanding that he won't do the same to you اذا انت كنت مقتنع ان الله تخلى عن شعبه القديم فانت ما عندكش اي رجاء او اي اساس انك تؤمن انه ما يتخلاش عنك انت كمان And that's why Paul is spending 3 chapters to deal with this عشان كده أفرد بولس الرسول 3 أصحاحات في الرسالة عشان يفهمنا المبدأ ده هو. Because after that stunning climax of chapter 8, who will separate us from the love of God in Christ? بعد الصعود الدرامي اللي عمله بولس في أصحاح 8 من ذا الذي يفصلنا عن محبة المسيح؟ If someone had said, well, he's left the Jews, he's abandoned them. لو حد قال ما هو ساب اليهود Then a very serious question arises in the Christian church. Will he ever abandon us? And he's just said he never will. هيظهر سؤال خطير في وسط كنيسة المسيح ونقول هل هو ممكن يتخلى عنا؟ So he won't abandon them. لن يتخلى عنهم بني إسرائيل. They are beloved because of the fathers. إنهم محبوبين بسبب الآباء. The gifts and the call of God are irrevocable, never taken back. محبة الله لا ترجع له أبدا. And now he opens up the mystery. وها هو يفتح السر. He says, I don't want you to be uninformed of this mystery, lest you become wise in your own estimation. That's verse 25. فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر. لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. He says, You'll have to, he said, if you become wise in your own estimation, he said, what you'll find is you will not understand this mystery. So the first thing for us tonight is to make sure we are not in any sense replacing the Jewish people. عايزين نفهم الليلة ان احنا مش في اي وضع وفي اي مبدأ ممكن نستبدل شعب الله او نحل محل شعب الله. He says the mystery is this, a partial hardening has happened among the Jewish people. السر انه حصل قساوة قلب جزئية في وسط شعب إسرائيل. And it has a purpose and a timing. وليها غرض وليها توقيت. The purpose is that God is going to bring the fullness, the whole number of Gentiles in first. والغرض هو انه ياخد ويرجع كل الأمم، كل أعداد الأمم في الأول للحظيرة. That's the purpose. ده الغرض. The timing is, and when that's finished, then something astonishing will happen to the Jewish people. الوقت هو إنه بعد ما ملء الأمم يخلص وكل أعداد الأمم تؤمن بالمسيح شيء خطير جدا هيحدث. In the words of Jesus to his disciples, the first shall be last and the last first. في أقوال المسيح لتلاميذه أن الأولون سيكون آخرين والآخرين سيكونون أولون. And he says, when this fullness has come in, when the whole number of Gentiles has come in, then he says, what will happen is, all Israel shall be saved. And he gives a picture drawn from the prophet Zechariah. إنه بعد ما يدخل كل ملء الأمم هكذا سيخلص جميع إسرائيل وبياخد بيقتبس من نبوة زكريا كما هو مكتوب. Now, if you just think in your own mind about Zechariah 12, if you're fluent with that text, this is roughly what it's saying. إذا كنت قريت كويس زكريا أصحاح 12 ده بالضبط ده اللي بتقوله. The first part of the chapter tells us how Israel will be surrounded by nations, and anybody who thinks they can lift Jerusalem will get a hernia. It's too heavy. وبيقول
في الجزء الأولاني من أصحاح 12 في عدد زكريا إنه إسرائيل هتكون محاصرة بأعداء كثيرين من كل ناحية، واللي هيحاول ينتزع أو يقلع إسرائيل هيصاب بمرض أو هيجيله انطلاق في البطن. And then the prophet Zechariah gives you a picture of the people in Jerusalem who are under great pressure, but the people out in the sections of Judah, the Shephelah, which is the area between that and the sea, they are really engaged in a battle with the nations for their very life. إنه الجزء من بني إسرائيل الموجود داخل أورشليم محاصرين وفي شدة وضيق شديد، ولكن الجزء من إسرائيل اللي موجود ما بين أورشليم والوساحة للبحر في حرب شديدة بينه وبين الأعداء. And then comes this quotation which actually says the deliverer will come from Zion because Christ will be present in Jerusalem at that time. لأن المسيح سوف يكون موجود في هذا الوقت في وسط أورشليم كما هو مكتوب سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. And he becomes a champion who actually begins an astonishing battle which releases and relieves the people in the Shephelah and they are helped by the people in Jerusalem. ومن هذا المخلص هيكون بطل ويخرج من وسط إسرائيل وهينقذ الناس اللي موجودين في الحرب اللي في المنطقة اللي اسمها شرفلاه اللي هي بين أورشليم والساحل، والمخلص هيطلع من أورشليم وينقذ الناس اللي في حرب. And he says they will look to Jerusalem and say our deliverer is coming from Zion. لأنهم هينظروا إلى أورشليم ويقولوا إن المخلص جاي من صهيون. And he says then this is my covenant with them when I take away their sins. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. He doesn't refer to the cross there which is the place where God did deal with sin. ما بيشرش هنا للصليب، ما بيشرش هنا للصليب لأنه الصليب هو المكان اللي انتزعت فيه كل الخطايا. But he refers to a spirit of intercession. The Holy Spirit begins to convict the Jewish people en masse. لكن بيشير إلى أن الروح القدس هيعمل عمل عجيب في وسط بني إسرائيل وهيعطي فيهم روح توبة وروح ندامة كمجموعة وككل وكوطن. And they look upon him whom they've pierced and they mourn for him as like for an only son. وسينظرون إلى الذي طعنوه وسيحزنون عليه كابن وحيد. Each house by themselves. كل بيت أو كل قبيلة بنفسها. So in each family there is a repentance that begins to take place among the Jewish people which takes place en masse as they see their deliverer coming from Zion. لما يشوفوا المخلص جاي من صهيون كل أسرة على حدة وكل الشعب جميعا هيدخل فيهم روح توبة وروح ندامة قوية. Paul summarizes that in the expression all Israel shall be saved. وبيقول بتعبيره هكذا سيخلص جميع إسرائيل. He now says this from the standpoint of the gospel which he's preaching to the Gentiles, from the standpoint of the gospel they are enemies for your sake. أساسا على تعاليم الإنجيل بيقول بولس للأمم هم دلوقتي أعداء الله من أجلكم. But don't miss the expression for your sake. لكن خلوا بالكم ما تنسوش كلمة من أجلكم. Because that tells you it's a relationship. دي علاقة. It's almost as if you could say Ishmael is someone who cannot cope with Isaac for his sake. For his sake. زي ما تقولهم كده على سبيل المثال إن إسماعيل مش قادر يحتمل إسحاق علشان خاطره. It's almost as if Ishmael is saying to Isaac, I can't stand you for your sake. حاجة عجيبة جدا زي ما يكون إسماعيل بيقول إسحاق أنا مش طايقك ومش قادر أشوفك عشان خاطرك. Because from the standpoint of the gospel, the Christian church looks at the Jewish people and says they are not moving. They're not responding. علشان كده في ألم شديد الكنيسة المسيحية بتقول بني إسرائيل مش يعني ثابتين جدا مش قادرين يتحركوا ما هماش بيؤمنوا. They are enemies of the gospel for our sake. إنهم أعداء الإنجيل من أجلنا.
How did the gospel come to you? إزاي الإنجيل وصل لك؟ How did it come to the places and cities that Paul preached? إزاي الإنجيل وصل لكل المدن اللي بشر فيها بولس؟ Think back. فكر كويس. In every place he went first to the synagogue. في كل مدينة دخل فيها بولس دخل أول المجمع. And when the synagogue said, "No, no, no." ولما طرد بولس من المجامع, he walked away and said, "I'm going to take it to the Gentiles." وذهب بعيدا وقال لهم أنا هأخذ بشارة الإنجيل دلوقتي للأمم. They are enemies of the gospel for their sake. إنهم أعداء الإنجيل من أجل الأمم. It would never have come to us had the Jews not rejected it. مش ممكن كان بشارة الإنجيل تجينا إن لم يرفضها أولا اليهود. Well, I can't say that because that's not how it took place. أنا ما أقدرش أقول كده بالضبط إن مش هو ده اللي حصل. But what Paul wants to say is what did take place is their rejection as enemies of the gospel is for your sake. لكن بولس بيقول بالضبط كده انهم رفضوا بسبب رفضهم من الانجيل علشان خاطرنا. So we and the Jews are in relationship. احنا واليهود في علاقه. If they reject, we will benefit. إذا هم رفضوا إحنا هنستفيد. If their rejection is riches for the world, إذا كان رفضهم هم للإنجيل غنى لينا. What will it mean when they get jealous and they come? تخيلوا بقى مدى الغنى اللي إحنا هنبقى فيه لو هم يغيروا وييجوا للإيمان. Then the wisdom of God starts to become clear. أظهر هنا حكمة الله وتظهر بوضوح. So he is saying this. As to the gospel, they're enemies. من جهة الإنجيل هم أعداء. But from the standpoint of God's choice and election, they are beloved for the sake of the fathers. أما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء. Because God has promised to their fathers and their forefathers, for that matter, He has promised to them, "You are my chosen people." لأن الله وعدهم وعد آبائهم وآباء آبائهم أنتم شعبي المختار. And notice, it's a partial hardening, not a permanent hardening. القساوة حصلت جزئيا لإسرائيل. And it's about a part, not the whole. في جزء صغير مش الكل. Because there are Jewish people who receive the gospel, aren't there? لأنه كثير من اليهود قبلوا المسيح. Isn't that the whole point of Galatians when he says that there is neither Jew nor Greek? Once you become a Christian, you stop worrying whether you were a Jew or a Greek. You're just God's child. لأنه لا يهودي ولا يوناني بحسب رسالة غلاطية. أنت ابن لله. And he says then, you have to understand the gifts and the calling of God is irrevocable. Absolutely irrevocable. He'll never take it back. عطية الله ومحبة الله, الله لا يستردها. غير قابلة للاسترداد أبدا. هي عطية مجانية. And who are the people who know that? من الناس اللي عارفين كده؟ Us. إحنا. And who do we know it for? إحنا عارفينها عن مين؟ Them. اليهود. The hope of the Jewish people is actually residing in the knowledge of the Christian church. رجاء بني إسرائيل في الإيمان يرتكز على معرفة وإيمان الكنيسة بالمسيح. They don't know that one day he will stand upon the earth and they will mourn for him like an only son. هم دلوقتي مش عارفين لكن في يوم ما هيظهر ويبصوا عليه وهينوحوا عليه كابن وحيد. Although it is written in the law and the prophets, they don't know it. بالرغم من انه مكتوب جدا في الناموس مذكور في كل الناموس والانبياء ما عرفوهوش. But we know it. لكن احنا عرفناه. The mystery is clear to us. السر موضح جدا لنا. So we are the people who are holding the hope of Israel for them. إحنا الناس اللي مسكين رجاء إسرائيل ليهم. It's given to us to actually bear this astonishing piece of information, this mystery, and to carry it within our life.
أعطيت لنا أعطي هذا السر لنا علشان نخبئها ونشيلها في حياتنا. And every time we look at a Jewish person, we understand, we know where you're going, we know what God has for you. ولما ننظر لأي شخص يهودي في حياتنا ونبص عليه نعرف كويس غرض الله في حياته وإن هو هيفتقد من جديد. Sure. بالحق. We do see that you will not have it now. من المؤكد إنك مش هتعرف الإيمان ده دلوقتي. As to the gospel, it's something you are not receiving. It's scandalous, and you're an enemy to it. بحسب الإنجيل أنت عدو. بحسب الإنجيل أنت مش مؤمن بفكرة الصليب. But we know how the story ends. ولكن إحنا عارفين نهاية القصة. We know the wisdom and the mystery of God about this. إحنا بالضبط عارفين إنه سر الله وحكمة الله تكمن في هذا في نهاية القصة. We know that we are like an Ishmael and an Isaac. إحنا بالضبط زي إسحاق وإسماعيل. We know that we're in lockstep together with the Jewish people. إحنا مع بعض خطوة بخطوة مع بني إسرائيل. We are holding their future in our hope because the apostle has taught us this is the case for them. لأن الرسول بيقول لنا هذا إحنا شايلين الرجاء اللي ليهم. So these also now have been disobedient in order that because the mercy shown to you, they also may now be shown mercy. Verse 31. هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحمهم أيضا برحمتكم. So isn't it remarkable? It's just too remarkable for words. شيء عجيب جدا لا تستوعبه الكلمات. And that's why we began in chapter 9 with understanding it's not about justice, it's about mercy. عشان كده لازم نعرف انه مش بحسب عدالة الله ولكن حسب رحمته. And why Paul established in chapter 9, it's not unfair. And it's not unjust. Those questions don't even arise when you're considering mercy. واللي أسسه بولس في أصحاح 9 إنه ليس هناك بحسب العدل، ليس هناك بحسب الحق، ولكن بحسب الرحمة. So God has a plan to have mercy on the Jewish people. He has a plan. الله لديه خطة لرحمة بني إسرائيل. It's a plan wrapped up in the dual nature of the Christian church and the people of God, the ancient people of God and the whole people of God as we see them as Christian or Jew. هذه الخطة مخبأة في العلاقة التبادلية بين شعب الله القديم وكنيسة الله. So he finishes with these words as will we, oh the depth of the riches both of the wisdom and the knowledge of God. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. And let's read from 33, 34 to 36. It's the end of the chapter. لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ لأن منه وبه وله كل الأشياء له المجد إلى الأبد أمين. No one's ever said to God, if I were you, I think I'd do it this way. مش ممكن ما حصلتش ابدا انه حد قال يا رب انا لو منك كنت عملت كذا وكذا. No one has ever counseled God. ما فيش حد ابدا استطاع ان يعطي مشوره او نصيحه لله. And what Paul understands by the mystery is that once you see the mystery, you're just overawed with the wisdom of God. واللي قاله بولس عن السر انك بمجرد ما تعرف السر هتندهش جدا من حكمة الله. ودلوقتي بيثبت النقطة العكسية. Who has first given to God that it might be paid back to him? مين اللي ادى لله عشان الله يديله مرة تانية. God is no man's debtor. ربنا مش مدين لأي إنسان. If it's mercy, it's not owed. إذا كانت رحمة بالله بيديها فده مش دين.
You have to take that into account. He doesn't owe us a single thing. الله ليس مدين لنا بأي شيء. And you can't put it on him to say, you should, you ought, you because of what we've done. He says, no, no. مش بحسب أعمالنا ومش عشان أعمالنا نقدر نقول له يا رب أنت المفروض تعمل كذا كذا أنت المفروض تدينا كذا. And the reason for this is simple. It's the last verse. From him and through him and to him are all things. والسبب في ذلك يكمن في الآية الأخيرة لأن منه وبه وله كل الأشياء. The whole sentence turns upon the prepositions from, to, and in this case, excuse me, from, through, and to. كل الجملة مبنية على ثلاث حروف جر منه به له. Everything we know, including ourselves, are from God. كل شيء نعرفه حتى نفوسنا من الله. He is not only the Alpha. As the first, he is our origin and our source. هو مش بس الالف هو مش بس البدايه ده هو اصلنا. And if he has come to bring us those things which are the things he is the source of, then he is also the mediator and the agent through whom they come. اذا كان هو المصدر الوحيد هو كمان الوسيط. And if you ask what's the reason he does all this, it all goes to him. He is the goal and the meaning and the ultimate end of it all as well. وإذا كنت بتقول هو بيعمل ده كله ليه فهو كله ليه لأنه هو الهدف الأخير. The apostle unpacks for us the great mystery of the Jewish current position. الرسول فتح لنا السر الحالي وكشفوا لينا. It has a gospel reason. ليها سبب في الإنجيل. Us. إحنا. It's come to us because they would not receive it. رفض بني إسرائيل كان هو السبب اللي إحنا جينا لي. And it will come to them. وهيجي لهم تاني. Because God loves them and has always done so. لأن الله يحبهم وكان يحبهم ويظل يحبهم. And if we live a godly life, we shall make them jealous. إذا كنا نحيا حياة التقوى هنخليهم يغيروا. We do have a part, I believe, in the conversion of the Jewish people. إحنا لنا دور في تغيير اليهود. They must be able to look at us and see it's good. لازم يكونوا بمقدرتهم انهم يبصوا علينا ويشوفونا واحنا صالحين. That's the ultimate mission to the Jewish people. دي المهمة الرئيسية لنا قدام بني إسرائيل. And we hold something in ourselves about them which they may have forgotten in their difficult time. واحنا شايلين في قلوبنا تجاههم شيء يمكن هم نسيوه في اوقات الصعبة. In these last 100 years, they've gone through incredible places where they've looked at Holocausts from Christian settings and others and said, what is the meaning of this? Does God love us? في المئة سنة الأخيرة تعرض اليهود لمصاعب شديدة جدا وتعرضوا لمذابح جماعية وللأسف أسست بمسيحيين والسؤال كان يظهر بينهم هل الله لا يزال يحبنا؟ And if they are puzzled, we are not. إذا كانوا هم متحيرين عن محبة الله، إحنا مش متحيرين أبداً. We have 9, 10, and 11 of Romans. إحنا عندنا أصحاح 9 و10 و11 من رسالة روميا. Probably the only place where Paul unravels that mystery. We are not, in any sense, puzzled. المكان الوحيد اللي أفصح بولس الرسول عن هذا السر، نحن غير متحيرين أبداً. Our gracious God, أيها الإله الكريم, who was first the God of Abram, Isaac, and Jacob, يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب, and to whom you made covenant and promise to them in an irrevocable way. أيها الإله الذي صنعت هذا العهد معهم, العهد غير المتغير, الذي لا يرد يا رب. And to us, like those men on the Emmaus Road,
وكما نحن في هؤلاء الإخوة على طريق عمواس. The Holy Spirit of Christ has explained the scriptures that refer to Jesus and to his wondrous messiahship. يسوع المسيح الذي شرح لهم عن المسيح وكيف يجب أن يصلب وكيف يجب أن يموت. And you have given us to believe in the resurrection of Jesus Christ from the dead. أعطيتنا يا رب أن نؤمن بقيامة يسوع المسيح من الأموات. And we have rethought that terrible cross and that ghastly death and the shame and the difficulty and seen it to be a triumph, not a tragedy. وقد رددنا يا رب عن موتك الفظيع وهذا العذاب الشنيع. ولكن أيضا تذكرنا يا رب قيامتك عن هذه المأساة. And if we find it hard to apply the cross to ourselves, إذا كنا وجدنا صعوبة أن نطبق الصليب على أنفسنا, that's a different reason than why the Jews are scandalized and tripped up by it. بسبب يا رب أن اليهود تعثروا في الصليب أيضا. Father, tonight we want to acknowledge to you that you are the only wise God. في هذه الليلة نعلن رب أنك الإله الحكيم الوحيد يا رب. You are the only wise King who works through mercy. أنت يا رب الملك الحكيم الوحيد الذي يعمل من خلال الرحمة. No one advises you. لا مشير يشير عليك يا رب. You owe nothing to anyone. أنت غير مدين لأحد بأي شيء. And we praise your name, and to you be glory forever. نحن نسبح اسمك لك المجد يا رب على الدوام. Amen. آمين. Come, Lord Jesus. تعال سريعا يا رب يسوع.